اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي تليجراف مصر في كل مكان، معاكم مي الكناني وبث مباشر جديد وتغطية اخباريه جديده من داخل محافظه الدقهليه. النهارده محافظه الدقهليه شهدت واقعه صعبه جدا بعد ما تخلص زوج من زوجته وابنائه الاثنين. النهارده في عزبه او قريه السرسي التابعه لمركز السنبلاويه بمحافظه الدقهليه، الاهالي فوجئوا بالعثور على جثه سيده وطفليها مقتولين داخل منزلهم بالقريه. الزوجة اسمها سارة عادل رمضان هلال عمرها 27 سنة، والطفلين اسلام بهاء محمود طه عمره 8 سنوات، وشقيقته منى عمرها 10 سنوات. الاهالي فوجئوا بالعثور على الجسامين الثلاثة ملقيين داخل الشقة، وكمان وجود اثار خنق على رقبة الزوجة واثار برضو دماء و اثار خنق على جثث الطفلين. وفي الاول الزوج قال انه هو دخل الشقه لقاهم مقتولين او لقاهم ميتين، فاتصل باهلها وقال لهم يجوا علشان هو لقى مراته وعيالهم مقتولين في البيت، لكن مع الضغط عليه اعترف ان هو تخلص منهم، لكن حتى الان لسه لم يعترف المتهم باسباب تخلصه من زوجته ومن اطفاله، وما زالت التحقيقات جاريه داخل الأجهزة الأمنية أو داخل مركز الشرطة والنيابة العامة. احنا موجودين معاكم من أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، الجسامين الثلاثة موجودة دلوقتي داخل المشرحة بيتم تشريحهم وتمهيدا لتسليمهم لأسرهم. معانا شقيق سارة المجني عليها يتكلم معانا عن تفاصيل الواقعة، خصوصا ان هو أول واحد أبلغه الزوج انه أخته لقاها ميتة هي وعيالها داخل الشقة. أولا البقاء والدوام لله، طلع بس المايك، البقاء والدوام لله. يعني موقف صعب جدا، يعني ربنا يكون في عون حضرتك وخالص تعازينا وخالص مواساتنا لحضرتك ولاسرتك. كلمنا عن الواقعة، يعني ايه اللي حصل؟ طلع المي بس. انا حصل مش عارف انا اقول ايه، انا مصدوم انا مش عارف انا اقول ايه. ايه اللي حصل؟ قولي اللي حصل. حسب الله ونعم الوكيل. اقول ايه يعني، اما الاقي اختي مخنوقه والعيال مخنوقه ديت، انا اقول ايه يعني. هو اتصل بيكو؟ هو ده خبط عليه. انتوا ساكنين جنب بعض في قال لك ايه بقى لما جالك؟ هو يجي خبط علينا قال تعالى، بس العيال ما بتردش مش عارف ايه، رحنا لنا هي العيال ميت. يعني هو دخل بيقول ان هو دخل خبط عليهم ما ردوش، فجالكوا بقى. دخلت لقيت ايه بقى جوه؟ لقيت اختي نايمه في الصاله ميته، والبنت جنبها، والواد جوه في الاوضه ميت. في حاجه بقى في حاجه على وشي كده متعوره خرابيش كده. خربش في الرقبه. طب والاطفال كان باين عليهم ايه؟ منى بقى طرش دم على صدرها، واسلام شايفاه في الزرقاء دي، شايفاه كلها اثار خرب. تمام. هم متجوزين بقى لهم قد ايه؟ والله اصل ما انا فاكر انا فاكر نفسي مش فاكر يعني نتايج اصلا. ايه تقريبا 10 سنين مثلا من عمر الطفله؟ كان في خلافات بينهم او حاجه؟ لا، عملوا مشاكل على طول، دايما بيعملوا مشاكل، وارجع تاني اروحها ولا استحملها بنتي العيشه ومش العيشه، بس الخلافات العاديه. طب كان تعاملاته معاها ايه ومعاكوا كانت عامله ازاي؟ يعني في الخلافات مثلا كان حد بيهدد؟ والله كل ما يحصل مشكله يقول انا زبطت منين، انا مش عارف ايه، انا قرفت يا عم. ما كان يطلعها مثلا، كان يطلعها يطلعها واحنا احنا نعيش. والاطفال ذنبهم ايه؟ الاطفال انا ذات نفسي مش عارف اعمل ايه، انا واقف تاني خالص. هي اختك الوحيده؟ اختي الوحيده عليا. ولد وبنت؟ الله يأخ برضه هو الكبير وتوفي، واختي دلوقتي توفيت ما عادش الا انا واخويا الصغير. انت اخوك الصغير. تمام. كلمني عنه هو بقى وعن تصرفاته، كان طبيعي معاكوا في التعامل؟ لا، هو مش كان شغال، ابويا اللي كان معلمه النجاره وسابنا وفتح ورشه وشغال لوحده ولا بيجي عندنا ولا. انتوا قرايب اصلا؟ قرايب. تقربوا ايه لبعض؟ بعد عام. يعني هو ابن عمك وابن عم مراته. هل تخيلت ان ممكن الخلافات بينهم توصل لكده؟ والله انا مش عارف، لا بس ضايفه مش عارف. انت واقف اصلا مش مستوعب ان اختك جوه. انا مش دماغ حاجه اصلا. واقف كده مش
مش مدرك لسه، مش مستوى. الموقف صعب جدا. صعب. انت اخر مره شفت اختك كده؟ اختي قاعده معايا امبارح. امبارح بالليل؟ قاعده معايا امبارح العصويه. قاعده معايا انا ومراتي. كانت بتتكلم في ايه؟ كان في مشكله مثلا ولا؟ لا بتتكلم معايا عادي. بديت انت من الجيش مش عارف ايه. قعدت اكتب لها عايز فلوس. هي شغاله في البلح. تشتغل ايه؟ شغاله في البلح. عامله في الارض يعني؟ في البلح، بلح عادي. تمام. يعني ما كانش في بينهم مشكله امبارح؟ لا الدنيا كانت مستقره. والله اعلم بقى هم عملوا مشكله بالليل، ما حدش سمع حاجه. انا كل اللي سمعنا الخبر اللي هي ماتت في ولا ايه. هو اعترف ان هو اللي هو كل جوه اعترف. الله اعلم بقى. انتوا لسه منتظرين الطب الشرعي؟ لسه منتظرين الطب الشرعي من ليه؟ تمام. انا كل يوم حسب الله ونعم الوكيل كده، ما عادش لي حاجه. انا عشان اللي خلاص اتغير، وابويا وامي ربنا يخليهمني، ومراتي وبنتي خلوهم دي اللي اقدرهم. موقف صعب على حضرتك جدا، اختك الوحيده تكون جوه كده. البقاء والدوام لله. عرفنا حضرتك بنفسك تقرب ايه لساره؟ بنت خالي. تقول لنا اللي حصل ايه في الواقع؟ اللي حصل ما احنا قلنا ايه؟ علي فضل. اللي حصل احنا نزلنا خبر جالنا الساعه 12. نزلنا جري. جالك منين بقى الخبر؟ من عمي انا. رن عليا قال لي بنت خالك مات. هي وعيالها. نزلنا جري نشوف الموقف اللي حصل، لقينا هي مرميه في الصاله وبنتها جنب منها وابنها في الاوضه جوه. ما شلناهم وجرينا جوه على المستشفى. الاثار بقى اللي كانت على الجثه كانت ايه؟ مش بصينا بقى ساعتها. انت ما بصيتش. احنا شلنا وجرينا على المستشفى على طول. شفت المقاطع عندنا. قالوا ايه في المستشفى اللي بشوفه؟ شفنا وشفنا لقينا هي مخنوقه من هنا، الحز باين على رقبتها من هنا، والبنت الصغيره طرش دم من بقها، ودوك شفايف زرقاء اللي هو الطفل الصغير 8 سنين اللي هو اسلام. في المستشفى قالوا لك ايه بقى لما شافوا الوضع؟ قالوا دي مخنوقه. مخنوقه في شبهه جنائيه في شبهه جنائيه. فالوقت هم قالوا لازم تحول على ايه؟ على الطب الشرعي عشان يشرحوها عشان يشوفوا الدنيا ماتت ازاي. فكان جوزها موجود، المباحث خدته. يعني هو جه معاكوا كمان المستشفى؟ المستشفى. المباحث خدته هناك في المستشفى. حالته كانت ايه بقى؟ يعني كان ظاهر عادي زي اي حد عادي؟ كان متاثر؟ كان منهار؟ ولا اكن في حاجه حصل؟ كان سائق عادي، وضع عادي خالص. كان ماسك نفسه؟ كان ماسك نفسه. طب ده ما شككوش فيه مثلا ولا انتوا ما شككتوش فيه اصلا؟ مش شكينا في حد خالص. احنا قلنا هو غاز دفان موتاهم، ما كانش عندنا شك، لان احنا كلنا اولاد عم في بعض. مش عندنا شك ان واحد يقتل بنت عمه ولا اولاده ولا يعني منظر يرعب. منظر الشايب. وحسب الله ونعم الوكيل في كل اللي عمل كده. طب كلمنا عن المتهم، يعني حالته عامله ازاي؟ بيشرب حاجه؟ ما بيشربش ولا سجاير ولا اي حاجه. سليم. هو سليم ومدرك تماما للوضع. 100%. طب يعني علاقته كانت بزوجته عامله ازاي وبعياله عامله ازاي؟ في مشاكل بينهم وبين بعض. دايما يكون مشاكل بينهم، مشاكل زوجيه بينهم وبين بعض. الخلافات العاديه اللي بتحصل بين اي. طب وعلاقته باولاده بقى؟ اولاده حلو، علاقتهم حلوه معاه. طب ايه بقى ممكن يوصله ان هو يعمل كده؟ يقول ربنا اللي عالم بقى احنا. انت اخر مره شفت اللي ساره كانت امتى؟ امبارح. كان ايه الحوار اللي دار بينكم او اتكلمت معاك في ايه؟ وعادي ده اخ واخت وعادي مع بعض. ما اشتكتش هي من اي حاجه امبارح؟ لا عمرها ما اشتكت لي من حاجه. دايما كنت اكلمها تقول انا مبسوطه حلو وعايش. حتى طلعت تشتغل في مصنع بلها عشان برضه خير. تساعد معايا. شقيانه يعني مش ليا واحده قاعده مرتاحه، واحده برضه شقيانه. يلا هو حسب الله ونعم الوكيل. انتوا قاعدين دلوقتي مستنيين التشريح عشان تدفنوا. ماتت ازاي برضه؟ احنا مش عايزين نظلم برضه واحد ولا. بس هو اعترف. يمكن في طرف تاني معاه. بس هو اعترف. هو اعترف. بس يمكن في حد تاني معاه. مش هو لوحده. لو هو هيموت ثلاثة. يمكن في طرف تاني معاه. هل هو مثلا حد قوي يعني كبير ولا هو شكلا اوصفوا لنا كده يعني. هو قصير يعني، هو بس هو جسمه حلو وفي صحة حلو. يعني يقدر على الثلاثة يعني. يقدر. احنا دلوقتي منتظرين التشريح ومنتظرين الطب الشرعي. مطالبكم ايه بقى انتوا كأسرة؟ عايزين حقها. لازم نجيب حقها. سارة غلبانة وكانت شقيانة على عيالها كمان. وحيدة أبوها. يعني البقاء والدوام لله. يعني احنا خالص تعازينا لحضرتك والأسرة سارة، زي ما تابعنا معاكم مشاهدينا، احنا معاكم من أمام مشروحة مستشفى المنصورة الأهلي، بنتابع مع حضراتكم الجريمة الأليمة والبشعة اللي شاهدتها حضرتك النهارده.
بعد ما تم العثور على جثة سيدة وطفلين الاثنين بنت وولد تم العثور عليهم مقتولين النهاردة داخل منزلهم بقرية استرسل تبع لمركز اسكندلوين. الزوج أدلى باعترافاته أمام النيابة وقال إن هو قتل زوجته وأبنائه، لكن حتى الآن لم يتم الإدلاء بأسباب تخلصوا منهم، ولسه التحقيقات ما زالت جارية داخل من خلال الأجهزة الأمنية. المجني عليها سارة عادل رمضان هلال 27 سنة، والطفلين إسلام بهاء محمود طه 8 سنوات وشقيقته منى 10 سنوات. المتهم حتى الآن اللي هو الزوج بيشتغل نجار وهو ابن عم زوجته، يعني هم أبناء عمومة. وبعد ما خلص عليها زي ما سمعنا من أبوها هم ساكنين جنبهم كلهم في مكان واحد، راح لهم قال لهم انا بخبط على مراتي وعيالي ما حدش بيرد. فلما راحوا ودخلوا الشقه لقوا الام وابنها مرميين، والام وبنتها مرميين، والابن مرمي كمان جثة هامدة في الاوضه داخل الشقه. وتبين انه وجود اثار زرق او اثار خنق على رقبه الام وعلى رقبه الاطفال. وتم طبعا ضبط الزوج، وحاليا ما زالت التحقيقات جاريه والزوج قيد التحقيقات في النيابه العامه. لكن الجثمان جثمان الضحايا الثلاثه موجود هنا في مشرحه مستشفى المنصوره الدولي في انتظار تشريحه من قبل الطبيب الشرعي. يعني واقعة أليمة جدا، واقعة صعبة إن أم وولادها الثلاثة يموتوا على يد الأب بعد ما تخلص منهم خنقا. الواقعة كانت في عزبة السرسي أو قرية السرسي التابعة لمركز اسكندلوين ومحافظة الدقهلية. الزوج بيعمل نجار، وفي البداية زي ما ابن عمها قال إنه كان معاهم داخل المستشفى وكان واقف بثبات، ما كانش منهار وما كانش متأثر بأي حاجة، كان ثابت وهو واقف معاهم في المستشفى. وبعدها الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه، نفى في البداية إن هو ارتكب الواقعة، بعدها اعترف إن هو اللي تخلص من مراته وولاده. ولسه ما زالت التحقيقات جارية حتى الآن لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة وطفليها مخنوقين داخل منزلهم بقرية استرسي التابعة لمركز اسكندلوين بمحافظة الدقهلية. احنا موجودين معاكم دلوقتي من امام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. الجثامين الثلاثة موجودة داخل ثلاجة حفظ الموتى في انتظار الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وبعدها هيتم تسليم والتصريح بدفن الجثامين الثلاثة. طبعا أسرتها في حالة انهيار تام. أخوها موجود هنا، كنا معاه من شوية، هو مش مستوعب لسه اللي حصل، هو واقف مش مستوعب ولا فاهم ايه اللي حصل، واللي جوه دي أخته وعيالها ليه ماتوا. يعني أسئلة كتير جدا أسرة الضحايا بتوجهها، ليه ماتوا، ايه السبب ان هو يخلص عليهم. آخر ظهور للزوجة كان امبارح، كانت قاعدة مع أسرتها امبارح، ما اشتكتش من أي حاجة، ما قالتش ان في مشكلة بينها وبين زوجها. فده طبعا مخليهم مش فاهمين ايه اللي حصل، خصوصا ان زي ما قلت لحضراتكم ان الزوج ابن عم الزوجة، وان والد الزوجة هو اللي مربي الزوج وهو اللي معلمه النجارة، اتعلم النجارة على ايده. احنا مازلنا معاكم، هنتابع مع حضراتكم مشاهدينا كل التفاصيل الخاصة بواقعة مصرع او العثور على جثة سيدة واثنين من ابنائها مقتولين داخل منزلهم بقرية استرسي التابعة لمركز اسكندلوين. كنت معاكم مي الكناني، بشكركم جدا على المتابعة.